أسبوع واحد كان كافياً لإنهاء الإيجابية المدسوسة في ملف تأليف الحكومة. بعد 7 أيام على التكليف ومحاولات تأجيل التباينات بين الرئاسة الأولى والثالثة، حلت ساعة الصفر وتحديداً ساعة النقاش في الحقائب السيادية. وصل رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي إلى قصر بعبدة للقاء رئيس الجمهورية ميشيل عون للمرة الرابعة. بعد 25 دقيقة خرج ميقاتي بحديث أقل ما يستنتج منه سلبية كبيرة. أنا كنت بتمنى أنه تكون الوتيرة أسرع من هيك بتشكيل الحكومة. في شوية بطء، خاصة بدي السرعة. كنا نطلع بالحكومة ونزفها للبنانيين قبل 4 أب. اليوم حقيقة صراحة لحتى أتفادى أنه نفتح بكرة ببير ونبلش يصير في اختلافات، أنا منطلق أنه نحافظ على نفس المذاهب والطوائف اللي كانت في الحكومة السابقة، وهذا تفاديا لأي مشكل جديد يكون موجود عندنا. مش لا عم بنطلق لا مبدأ طائفي ولا مبدأ مذهبي ولا أي شيء من هالنوع، لأن اللبناني ما بده يسمع لا محاصصة ولا طائف ولا دستور ولا شيء. بده شغل وبده بده 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 رفعة، بده حدا، بده حكومة تشكل رافعة له لا تشكل إحباط إضافي له. بأكد لك أنه أنا بالنسبة لي المهلة غير مفتوحة، ويفهم اللي بده يفهم. وعن الحوادث الأمنية التي دارت في خلدة أعرب ميقاتي عن أسفه تجاهها، متمنيا أن يكون وضع لها حد، والفضل في هذا الأمر يعود إلى الجيش والقوات الأمنية. الجيش هو قدم للبنانيين هدية بالأمس في يوم عيده، قدم هدية بحفظ الأمن ووقت الفتنة، ودائما الجيش هو بيثبت يوم عن يوم أنه هو حامي هالبلد. شكرا للقيادة، شكرا للضباط، شكرا للأفراد اللي نحن بنعرف قديش عم بيعانوا. معلومات الجديد كشفت أن لقاء عون ميقاتي ساده التشنج والابتعاد الرؤى إلى حد الاختلاف التام. انتهى الاجتماع وخرج ميقاتي وسط التشنج هذا. مصادر مواكبة للتأليف قرأت اجتماع اليوم بمثابة نعي للحكومة وسط محاولات لتأجيل الإعلان إلى ما بعد 4 من آب. مهلة تشكيل الحكومة بالنسبة إلي ليست مفتوحة، ويفهم اللي بده يفهم، جملة ختم بها ميقاتي حديثه من بعبدة وغادر ليعود يوم الخميس لا قبل بسبب ارتباطات عون الكثيرة على حد قول رئيس المكلف. لا سعد، قناة الجديد.